يمكن الابتسامة بتعمل فرق بحياة أي شخص. صحيح. فكيف إذا كان هذا الشخص هو طفل بحاجة لحضن وحنان واهتمام ورعاية، خصوصا إذا كان مريض، بنعرف قديش ممكن بلفتة صغيرة، ببعض النشاطات الترفيهية، ببعض الأفعال يمكن المضحكة للطفل، بترسم له ابتسامة وبتحسسه أنه ناس حاسة فيه، وتعمل له فرق فعليا بمرضه، وبتخفف عنه شدة المرض. صحيح نور، وهي الابتسامة اللي عم تحكي عنها هي كانت من الأهداف الأساسية لطبعاً اليسار، المؤسسة اللي تسعى دائماً لتقديم كل أنواع الرعاية من دعم نفسي وعلاج وفعاليات كثيرة. من سنين طويلة بدأت بهي الرحلة مع أطفال السرطان، وعم تقدم لهم مجالات متنوعة لحتى تخفف عنهم آلامهم وتساعدهم على تخطي المراحل الصعبة للوصول للشفاء بإذن الله تعالى. طبعاً اليوم رح نتعرف أكثر على النشاطات اللي عم تقوم فيها طبعا مؤسسة اليسار، وبيسرنا يشاركنا صباحنا لليوم ضيفتنا غنى نجاتي، وهي عضو مجلس أمناء ومسؤولة برنامج الدعم النفسي في مؤسسة اليسار لعلاج ورعاية أطفال السرطان. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أكيد يمكن هدف كتير نبيل عم تكون في مؤسسة اليسار. بالبداية خلينا نحكي عن الدعم النفسي ضمن المؤسسة الذي يقدم للأطفال المرضى، أنواعه وكيف عم يتم هيدا الدعم، وفعلياً قديش بيأثر. يعني الشخص اللي فينا نقول الكبير الواعي المتزن نفسياً أساساً بحاجة لدعم نفسي، فكيف الطفل المريض اليوم؟ هلا بالحقيقة أحد أهداف مؤسستنا كان إنه نحن ما بس نركز على الجانب الاجتماعي والجانب الغذائي والجانب الطبي، نركز على الجانب النفسي. وأنا كدكتورة بالصحة النفسية بعرف كتير قديش العلاقة وطيدة بين المناعة النفسية وبين المناعة العضوية. صحيح. فالإنسان بس يكون حاسس حاله متقبل نفسياً لمرضه أكثر، متقبل للعلاج أكثر، متكيف مع الحالة وعرفان مراحله، وحاسس بوجود أشخاص مشاركين وجدانياً له، حاسس بوجود أشخاص عم ينتمي لهم عاطفيا، هذا الشيء بيخلي رحلة العلاج أقل ألما، ما حنقول خالية من الألم حتى نحن نكون يعني واقعيين. فبرنامج الدعم النفسي اللي نحن حبينا نعتمد عليه هو قائم على إعادة دمج الطفل بالمجتمع، لأنه طفل السرطان بحكم المرض المؤلم اللي هو بيعاني منه، سواء كان عم يعالجه عن طريق الأشعة أو الجراحة أو الجرعات، هذا الشيء بيخلي الطفل يكون بغصب عنه بعدم إرادته مبعد عن المجتمع، يعني معزول عن المجتمع، بيضطر يغيب عن المدرسة، بيضطر يترك حارته ويقعد بالمشفى لفترة، بيضطر يبعد عن أسرته. فهذا العزل الاجتماعي عن الطفل بينعكس سلبيا على صحته النفسية، وبالتالي بينعكس كمان على استقلاب جسمه وتقبله للجرعة الدوائية. لذلك كان أحد أهم الأهداف أنه نحن إعادة دمجه لإله بقلب المجتمع حتى أثناء العلاج، ما يحس حاله أنه هو بعيد عن رفقاته، ما يحس حاله هو بعيد عن المجتمع، ما يحس أنه والله فاته وشي مناسبة. نحاول دائما نحن نعمل تعويض نفسي عن المناسبات اللي ممكن تكون مرأة، سواء كانت عيد، سواء كانت راس سنة، سواء كانت نجاحهم بالمدرسة، عيد ميلاد، نحاول دائما كل هدول المناسبات حتى لو كان بقلب المشفى نحن نجي لعنده، نحن نلم حالنا ونروح لعنده منه. بالنسبة للدعم النفسي بدي أقول أنه أنا مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي Cognitive Behavior Therapy، اللي هو قائم على تغيير الأفكار. أنا كنت مفكرة هذا العلاج هو فعال بس فقط مع الكبار، لكن اكتشفت أنه هو كمان فعال مع صغار الأطفال. كتير عند الطفل أفق معرفي أنك أنت تشرحي له شو معناته أنه أنت إذا فكرت بشيء أنت حتجذب هي الفكرة. كان من زمان يعتقدوا أنه هذا العلاج المعرفي السلوكي هو فقط فعال مع الراشدين. أنا جربت استعملته مع أطفال السرطان ولقيت فيه منه نتيجة، أنه نحن وقت بنفكر أنه بدنا نطيب نحن فعلا عم نساعد جسمنا أنه يطيب. أنا فعلا وقت بغير أفكاري أنا بساعد على أنه غير حالة الطاقة النفسية اللي أنا عم حس فيها، فبالتالي غير الأتموسفير كلها ياتو يلي هو حوالي. بدي أقول كمان أنه بصراحة يعني أنا اكتشفت أنه أهم دافع للطفل لحتى هو فعلا يحس انه مدعوم نفسيا ويحس انه هو متقبل من غيره، انه هو نحن نشرك اهله بنوعية العلاج اللي نحن عم نعمله. يعني انا ما بيكفي بس اقدم العلاج النفسي له لحاله، لا، لاخواته،
لأمه وأبوه للراعيين لإله، لأنه مرض السرطان من كتر ماله هو مؤلم وبشع، هو مو بس يعني خلايا سرطانية متشعبة بجسمه للطفل، كمان هي متشعبة بالنسق الأسري، عم بيأثر على أمه، عم بيأثر على شغل أبوه، عم بيأثر على وقت إخواته. فنحن لازم يكون يعني علاجنا جمعي شامل لإلهم، وهذا الشيء اللي نحن اعتمدنا عليه بالمحور الأساسي بالدعم النفسي بمؤسسة اليسار لعلاج ودعم أطفال أكيد. السرطان أكيد. طيب خلينا نحكي كمان جزء من الدعم النفسي أو دعم الحالة النفسية للأطفال، هي تقبل المرض والتعايش معه لحتى يقدر بالنهاية. يمكن بنشوف في كتير أطفال بيطلعوا علي حواليهم أنه أنا مثلا إذا بلشت ببعض أنواع العلاج فقدت شعري، شكلي تغير، وخصوصا البنات الصغار بيكون شوي مؤثر عليهم هذا الموضوع. كيف الكبار؟ الكبار بيتأثروا، فما بالك بقى بالطفل. كيف عم تحاولوا تدعمون من هي بهذا الجانب إذا فينا نقول؟ هلا خليني أقول أول شيء أنه الطفل عنده مرونة نفسية أعلى وأقوى بكتير من الراشدين. هي النقطة اللي أنا دائما بشرحها للأهل. بيجي لعندي كتير أهل بيقولوا لي أنه طلع التشخيص أنه في كانسر، قل له لأبي ولا ما قل له؟ قل له أنه مثلا في دودة صغيرة ببطنك وبدها تروح. وما أنا دائما بقول لهم لا، ما بيصير انتو تقللوا من ذكاء الطفل، لانه الطفل ذكي كتير. طب هو موجود بمشفى مكتوب عليه لعلاج الاورام، كيف انت عم تقليله انت بس معك مغص مثلا؟ هو وقت حياخد الجرعة مثل ما حضرتك ذكرتي من السايد افكت اجباري بده ممكن يهر شعره، طب كيف انا بدي اقول له ليش عم بيهر شعرك يعني؟ فمفروض انا احكي معه على مستوى المعرفي والادراكي اللي بيناسبه، بس تكون واقعية وايجابية بنفس الوقت. يعني انا اقول له انه ماما طلع نحنا معنا سرطان، بس الحمد لله طلع ببدايته ونسب شفائه كتير عالية، وفي كتير اشخاص اصيبوا فيه بنفس عمرك وكملوا دراستهم وشفوا منه وكبروا وحكيوا لأولادهم شو صار معهم. دائما نربط التجارب الناجحة بحياة الطفل بقصص من الواقع. ممكن ورجيه صور لأشخاص على اليوتيوب مثلا مثل قصي اليوسف، مثل في كتير مشاهير أصيبت بالسرطان وتم شفائها. هي كلها ياتا بتساعد الطفل انه يعرف انه انا هذا المرض اللي معي نهايته هي انه الشفاء باذن الله، اذا انا التزمت بالجرعات واذا انا سمعت كلام الدكتور واذا انا فعلا درت بالي على صحتي. غير هيك بقى وقت انت بتكوني مأهلتي نفسيا انه رح يهر شعرك ما بيخاف، اما فجاه ينام يلاقي شعره عم المخده، هي بالنسبه له رح تكون يعني صدمه نفسيه كبيره. اما انا اقول له رح يهر شعرك بس رح يطلع احلى، رح جيب لك انا زيت بيطلع الشعر كثيف اكثر، رح يطلع شعرك انه ناعم اكثر وجميل اكثر، ولبين ما يطلع شعرك انا حجيب لك شيء. هلا نحن عندنا شيء بالمؤسسه، انا قلت لهم انه اقوى داعم نفسي طلعت هي البيروك يعني. صحيح. بصراحه صحيح. يعني ما في شيء كان عم يرسم الابتسامه على وش ملائكتنا بمؤسسه اليسار مثل وقت انا بجي بقول لهم انه شو رايكم لبين ما يطلع شعركم انا جيب لكم شعر طبيعي. والحمد لله هذا الشيء بسبب تضافر مجموعة من الجهات معنا الداعمة لأطفالنا، وشعر طبيعي وليس صناعي، قدرنا نأمن لكل طفل وطفلة فقدوا شعرهم بيروك طبيعي. هو بيحب يحطه ما بيحب يحطه، غالبا بالشتاء بيحبوا يحطوه لأنه بيدفي كمان بيبسطوا فيه. فهي كانت كتير شيء داعم أساسي له، لأنه اختلاف الطفل عن باقي أقرانه بيحسسه أنه هن أحسن منه. وقت هو بيطلع بيلاقي انه رفيقتي بالمدرسه عم تمشط شعراتها، انا ما عندي شعر مشطه، اما لا حتى لو كان بيروك عم يحطه عم يروح فيه على المدرسه عم يرتاح نفسيا اكثر، وعم يطمن انه مثلي مثلهم، انا ما فارق عنهم بشيء تماما. فالبيروك الطبيعي عن جد ما له هو يعني، في ناس بيقولوا لي هي كلها فترة كم شهر باعتبار الطفل خلايا فتية وبيرجع بيطلع له شعر، لا لا أنا مع أنه نحن نساعد الطفل أنه نحسسه أنه قدر الإمكان ما في شيء بحياتك رح يتغير إلا إذا أنت موافق على هذا التغيير. وللأمانة مثل ما ذكرتي الموضوع حساس عند الفتيات أكثر من الصبيان. الصبيان ممكن يقول لك أنا صرت مثل بابا أصلع فرحان بحاله أنه أنا صرت أو مثلا يعني. مثل لاعب كرة قدم تمام مثل في كتير طرق ممكن تمام. أما بالنسبة للبنوتات الموضوع جدا بيأثر على صورة الجسد وعلى الثقة بالنفس وعلى التقبل الإيجابي لمرضهم أنه هي هيك لا ما عاد عندها مشكلة. خصيصا الشعر الطبيعي فيك تعملي فيه موديلات وتفرقيه من وين ما بدك وتساوي فيه الموديل اللي أنت كنتي تساويه قبل ما يصير عند منك هذا المرض.
بدي أقول كمان أنه بالنسبة لتقبل المرض هو جزء كتير أساسي، لأنه الاعتراف بالمشكلة هي يعني أكبر طريق لحل المشكلة. فأحياناً أنا للأمانة بيكون مطلوب مني أنا كدكتورة نفسية بهذا المجال يقولوا لي أنت قولي لأبو، أنت قولي لسته. الطفل ممكن تلاقيه أنت متقبل بس أمه ما عم تتقبل، أبوه ما عم يتقبل. غالباً في إحساس بالذنب عند الأهل تجاه إصابة طفلهم بهذا المرض، مع أنه ما في أي ارتباط علمي أنه أنت عملت شيء بسبب هذا الشيء. لأنه هذا الشعور أنه إحنا نحاول نقدم لك الأقصى وما عم تطلع بإيدنا يعني شيء. فلهيك بنتمنى الصحة والسلامة لكل الناس والشفاء لكل المرضى. خلينا نحكي عن الجانب الترفيهي بالإضافة للدعم النفسي، قديش بيدعم الدعم النفسي عند الأطفال؟ لأنه نحن عم نحكي عن فئة عمرية كتير مهمة، والأطفال قديش من خلال اللعب والترفيه فينا نخفف عنهم، يعني هو مرافق إلى جانب الدعم النفسي بشكل مستمر. هلأ الجانب الترفيهي هو جزء لا يتجزأ من الأنشطة السيكولوجية الهادفة اللي نحن عم نعملها لحتى الطفل يحس حاله أنه لسه عنده طفولة بحياته، بحق له يعيشها، بحق له يفرح، بحق له يضحك، بحق له يلعب. فهي فعلا أنا مثلا ممكن أقول له نحن عم نعمل هلأ فعالية أنه فرح ومرح، فعالية مين أسرع، فعالية أنا أقوى، بس هي كلها ياتا بنكون نحن مبرمجينا إلى أهداف سيكولوجية. صحيح. وأهداف صحيح. اجتماعية وأهداف تربوية. عن طريق اللعب فيك توصلي أي فعلياً معلومة أو رسالة. أحد العلاجات النفسية اسمها العلاج باللعب. أحد العلاجات النفسية اللي نحن عم نستعملها بمحور الدعم النفسي بمؤسسة أليسار هي السيكودراما كمان. أنه أنا عن طريق مسرحية أو عن طريق قصة أو عن طريق مسابقات معينة أني أنا أعلم الطفل أنه أنت لسه قادر أنك تعمل شيء. أنت لسه قادر أنك أنت تنجز. هذا الشيء بيرجع بيعمل له إعادة بناء لثقته بنفسه، إعادة بناء لقدراته الكامنة، وبالتالي بيعطيه طاقة كبيرة من النفسية والأمل بحياته أنه أنا لسه فيني أعمل شيء. من الأنشطة الترفيهية نحن ممكن دائما نشرك الطفل بمثلا رسم على الوجه، أنه هو يعمل أشكال يدوية معينة وهو يحكي هاي القصة، بيمسكها مثل البابت مثل الدمى العرائس. من الأنشطة الترفيهية كمان ممكن نحن نأخذهم مثل ما عملنا مرة على حديقة الحيوان، طبعا بيكون بس الجو ألطف ومنكون ما في شمس قوية. من الأنشطة الترفيهية كمان أنه نحن مثلا ممكن كل أعضاء المؤسسة مع الأهالي مع الفريق التطوعي نطلع على منتزه معين ونحكي كل واحد شو عنده قصته شو عنده مشكلته، نلعب سوا نترفه سوا. من الأنشطة الترفيهية كمان يلي نحن سويناها هي أنه نحن نحاول نخلي كل طفل شو عنده منه تميز بموهبة معينة ويقدر هو يبرزها. أنا أطفالي بالمؤسسة أغلبيتهم ما شاء الله عندهم قدرات جميلة جدا بالرسم، بيضلوا بيرسمونا رسمات حلوة، بيضلوا بيعبروا عن مشاعرهم الداخلية وعن الأفكار الكامنة اللي بعقلهم الباطني وبيسقطوها على هي الرسمات. بتجي أنت مثلا ممكن تلاقيها رسمة عادية، بيجي أنا بسأله مين هذا اللي بالرسمة؟ ممكن يقول لي هذا اللي بالرسمة هو أنا، بس لأكبر معناتها كتير حلو، هو عنده منه أمل وطموح أنه يكبر ويعمل. طب شو هذا اللي بإيده؟ هذا بإيده دواء، دواء اكتشف هذا الإنسان دواء لعلاج السرطان. كتير أنت بس تحكي مع الطفل وتسبري معه يعني لا شعور تبعه بيفتح لك مجالات كتيرة، وما بتنفتح إلا عن طريق اللعب، ما بتنفتح إلا عن طريق الرسم. لأنه الطفل ما له مثل الراشد، ممكن أنت تقعديه بمكان تقلي له احكي لي عن سلوكك اليومي، احكي لي عن تجربتك الشخصية التاريخية. لا، أنت وأنت عم تلعبي معه بيجي هو بيحكي، أنت وأنت عم ترفهي عنه بيجي بتلاقي ترك الحديث اللي أنت عم تحكيه بالقصة وصار هو بده يحكي لك عن شيء صار معه. فمن هذا الجانب انا بتمم بقول لهم انه هو انتم بتشوفوه يعني انشطه ترفيهيه، لكن نحن بنكون بصراحه كثير عم نخطط لها، وبنكون حتى يعني مع الفريق التطوعي كثير عم نهتم بتفاصيل معينه، انه حتى لو مثلا ايده رشفت وهو عم بيقص الورقه ساعده ليقصها، بس اخر شيء نقول هو لحاله يلي قصها. وفي عندنا كثير تمارين نفسيه انا بستعملها، مثلا مثل التمرين من أنا هذا كتير بحبه، إنه نخليهم مثلا يرسموا إيدهم على الورقة وعند كل إصبع يكتب هو شو بيحب بحاله. مثلا أنا بحب عيوني، أنا بحب إخواتي، أنا بحب المؤسسة اللي أنا فيها، أنا بحب إنه اليوم وقت رحت الصبح إنه شفت ماما وبابا. دائما نحاول نركز على الجانب الموجود بالحياة، الابريشيشن، التقدير على الجوانب الإيجابية. هذا الشيء كتير بيدعم مسيرة الدعم النفسي لطفل السرطان. أكيد يعني أنشطة مهمة
مهمة جدا ودور مهم أيضا. شكرا كثير لوجودك معنا ونتمنى التوفيق لكل فريق مؤسسة اليسار. شكرا لحضرتكم. بدي وجه شكر للأستاذ الدكتور علي دياب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اليسار يلي هو كمان مريض سرطان ويلي هو كمان قدوة كتير ناجحة لأطفالنا بمسيرة العلاج، ولأمينة سر المؤسسة الأستاذة باسمة صافية ولكل فريق التطوعي فريق الدعم النفسي. أكيد تحية لكل العاملين في مؤسسة اليسار، يعني هدف نبيل عم تقوموا فيه، يعطيكم ألف عافية وأكيد نتمنى الشفاء لكل المرضى. شكرا كتير إليك. شكرا للاستضافة.